وظاهر الأدلة كتابا وسنة تقضي بكفر مانع الزكاة، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا والظاهر من الأدلة لولا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديث وفيه ذكر مانع الزكاة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يصرف الأدلة الأخرى عن ظواهرها ويقتضي عدم كفر مانع الزكاة إلا إذا جحد فإنه يكفر بالإجماع أو قاتل على منعها فإنه يكفر في أصح قولي العلماء، لأن هذه قرينة على